هون راح يكون في حدا صغير ولا حدا كبير. أبواب المحاكم راح تكون كلها مفتوحة قدام الكبار والصغار. حددت السلطة لنفسها بعد انفجار المرفأ مهلة 5 أيام من أجل كشف ما حدث، لكن غالبية اللبنانيين لم يكونوا في وارد التصديق، لا لعدم منطقية المهلة الزمنية فحسب، بل لأن ما تبقى من ثقة بينهم وبين من يحكمونهم كانت قد قضت مع من قضوا تحت أنقاض مرفأ بيروت. كشف انفجار الرابع من آب إذن هشاشة الدولة، فظهرت على حقيقتها ككائن بيروقراطي ضخم ينخر الفساد مفاصلة، وسقط بالتالي ما تبقى من وهم سيادتها. فلم يتردد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القدوم إلى لبنان بعد أقل من 48 ساعة، مستفيدا من لحظة البحث الشعبية اليائسة عن يد خارجية توقف السقوط الحر، ليتنقل كبطل شعبي بين الناس الذين كان الساسة المحليون عاجزون عن الظهور بينهم. ما ننسى أجا بلحظة على لبنان كانت لحظة تاريخية، يعني انفجار ثالث نووي بعد القنابل النووية. كل العالم كانت نظرتها جاي على لبنان، بأجا بهذه اللحظة وعرف يحكي كلام يتناغم مع الجو اللي كان قائم وقتها بلبنان مع الشعب اللبناني. بقى أكيد في إهانة، بس إهانة مش لأنه هو قال هالشي كمان، لأنه اللي قاله كمان مظبوط. Je dirais avant toute chose ce soutien, cette solidarité comme une évidence qui s'impose parce que c'est le Liban, parce que c'est la France. Et je me devais d'être là pour apporter cette amitié, cette fraternité de notre pays au peuple libanais, force politique, pour avoir un dialogue de vérité. Car au-delà de l'explosion, nous savons que la crise ici est grave. Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C'est une crise politique, morale, économique et financière, dont la première victime est le peuple libanais. كان واضحا وأشاركه هذه الطبقة السياسية لاثقة بالشعب بها. ترى على إنه الوضع بالوين بدكم تشوفوا شو بدكم تعملوا. شو يعني تغيير كيف الدكتور ماهي؟ هلا المطلوب أول طرح إنه تتغير هذه الحكومة، تجي حكومة جديدة وبعدين يصير في انتخابات نيابيه. هيدا طرحنا. في هذه الاثناء كان واضحا ان الاحداث قد تجاوزت حسان دياب، وان التعاطي معه من قبل الداخل والخارج بات يتم على اعتبار ان استقالته تحصيل حاصل، فرضخ للامر الواقع بعدما ادرك انه لا يملك الادوات اللازمه لخوض معركه البقاء، لتكون إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي وتعيين القاضي فادي صوان آخر أعمال حكومته قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. ما كان في يعني بوادر لكشف أي حقائق، يعني الشعب لازم يسمعها، مش بس إنه نحن عم نمشي على بإرادة الشعب، الشعب لازم يسمعها. ما كان في هيدا التوجه. ومن بعد 5 أيام أنا ما كنت عم زايد، أنا كنت عم بطلب وقتها من الرئيس دياب، ورحت لعنده كان نهار أحد ب9 آب وقلت له انه نحن من الضروري انه حكومتنا تستقيل، لانه ما في بوادر، في هون اكيد قضيه وطنيه، في مسؤوليه، نحن امام مسؤوليه وطنيه، ونحن بالعكس اذا استقلنا بنكون ساعتها مستعدين لانه نكون نحن يعني تحت القانون، وبنفس الوقت خاضعين لاي تحقيق بهذا الموضوع كونك انت صرت خارج الحكم. فقلت له انه خلينا نحن يعني من الضروري ناخذ هذا القرار، وكنت عم بدعي لهذا الشيء. رئيس الحكومة كان رأيه أنه أنا بدي أعطي السياسيين 2 شهر لحتى نشوف أنه بلكي بيغيروا بسلوكهم وغيره. فقلت له دولة الرئيس البلد ما بيحمل لا 2 ولا 2 حتى، لأنه قبل بليلة كان في ثورة شعبية كانت كتير كبيرة يعني منتشرة بالشوارع، وكان في غضب كبير لأنه حسوا أنه ما في بوادر لمعرفة الحقيقة. أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان
استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن وسلوك طريق الوحدة والاستقرار والازدهار. عشتم وعاش لبنان. حسان دياب كان عنوان إذا بدك بيشبه لحظة القلق، كانوا كلهم خايفانين، يعني 17-20 كانوا كلهم خايفانين، ما في حدا إلا ما كان خايفان، من أكبر حدا بالبلد لأصغر حدا. وبالتالي إجا يعني حسان دياب تيعبر عن لحظة ارتباكهم، لأنه لحظة اللي استعادوا هيك القدرة على المبادرة بيّن واضح بشكل واضح أنه بدهم يلبطوا لحسان دياب. لذلك بعد انفجار مرفق بيروت كان الخطوة الأولى هي الإطاحة بالحكومة، لأنه حزب الله هل كان بده يطيح بالحكومة؟ أنا بقول لك لا، أكيد ما كان بده يطيح بالحكومة، كان بده أنه التريث شوي بانتظار أنه تتغير الظروف البلد. مين كان بده يطيح بالحكومة؟ مين كان بده يطيح بالحكومة؟ الرئيس بري بشكل أساسي، والتيار، والتيار جزء منه تاني. الرئيس بري لأنه هاي تجربة التكنوقراط وما يكون في وزراء سياسيين موجودين بالحكومة، وتجربة حسان دياب بحد ذاته يعني ما كان بده إياها تتكرر، ويمكن كان في مكان ما عنده رهان أنه يرجع سعد الحريري أو ترجع شخصية يعني يعمل إعادة توازن شوي بالبلد، اختلال التوازن الوطني. ويمكن كان بالنسبة لأنه للتيار أنه كمان حكومة بيقدر يحسنوا موازين القوى فيها بطريقة مختلفة يعني. أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم. نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة.